إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له عمله واتبعوا أهواءهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنهم
بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن ولا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الخالق البارئ
السماوات والأرض
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم المفلحون.
زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرداً إليك غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وخير الدنيا، وخير الآخرة. وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.